أمام نهم إيطاليا ورغبتها في إحياء أمجاد روما، كانت ليبيا هدفها المرسوم بدقة، فتم إنزال جيوش الغزاة في طرابلس. بنغازي، زوارة، سرت، درنة، طبرق وغيرها من المناطق. وهب الشعب العربي الليبي ليبدأ مسيرة المقاومة المسلحة، مما أجبر الطليان المعتدين إلى تجميد زحفهم. وفي عام 1922 شهدت إيطاليا تغييرا جذريا. لقد بدأ عهد الدكتاتور موسوليني، وكان على الفاشية أن تواجه مقاومة الشعب العربي الليبي الباسلة في كل مكان حلت به جيوشها. سنبسط ظلنا على الأرض، وبعد ذلك لسوف نأخذ علم الفاشية إلى النجوم. ومن خلال هذا الصراع الدامي برز آلاف الأبطال. هذه قصة واحد منهم. هونتوت شوكا، المزيد والمزيد. إني لا أفهم، إن كنا هزمنا البادو لماذا نستمر في شنقيم؟ لماذا أستمر في إرسال جيوش تباعا إلى نصر قد حققته؟ أتمنى أن قواد يكتبون تقريرين مختلفين، واحدا يهنئون أنفسهم بروائع نجاحهم، والثاني يخبرني عن هزائمهم. لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، ولن أدعو يستمر أبدا. هنا هذه الخضراء، هذه الخضراء الخصوة هي هدفكم، والبقية ورقة صفراء تحتاج واحدا طموحا يلفها. جراتسياني، تعال معي. عشرون سنة ضيعناها على هذه الحروب. أرسلت 5 ولاة إلى ليبيا في 5 سنوات. لا لا، المنطق العسكري الفاشي لن يقبل بهذا. يجب أن نذكر من نحن. من هم الذين نقتلهم؟ رجال قبائل من البادية أم أشباح؟ أريد أن تأتوا بزعيمهم هنا، أن تأتوا إلي، أريد أن تسحق هذه الصوحة. اسمه عمر المختار. من؟ عمر المختار. عمر المختار. أدري يا جنرال، المستوطنون الذين أرسلناهم
فلاحون من الجنوب يكلفوننا بالليرات كما لو أننا أنزلناهم في أفخم فندق. لا بد أن ثمة خطأ ما. لا، لن أسمح لحفلة من البدو أن تعيق تقدم 40 مليون إطاري. أعطيك ليبيا يا جنرال، إن لك اسما وحده سيرهبهم. اسمح لي زعيمي، حين أسحق تمردا لا أشعر إلا براحة الضمير كجندي. ماذا كان المختار يعمل قبل التمرد؟ كان معلما. معلما؟ نعم، وأنا كنت معلما. احذر لئلا تنتهي كالولاة الخمسة الذين سبقوك، وقد لقنك درسا مهما. طيب، أنا أحب الحركة، روح إلى ليبيا. يا جنرال، عد إلي بالمختار. ارشي أو اكسر رقبتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان. كيف عندك؟ لماذا نبدأ كل سورة في القرآن باسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، لأن من أسماء الله الحسنى الرحمن. صدقت، نعم. وكيف يظهر الله لنا رحمته؟ لقد علم الناس الكلام. علمهم الكلام، أحسن، نعم. هناك أمر آخر في الآية الكريمة. من منكم يستطيع أن يخبرني ما هو؟ إن نعم، دعني أعطيك فكرة. إنه الميزان. أحسنت، أحسنت، الميزان. ولماذا وضع الله ذلك الميزان؟ أولاد، يا أولاد، لماذا وضع الله الميزان؟ لأن بدون الميزان كل شيء يقع. أرني الآن ما الذي كتبت. خذيه لأبيك. Thank you.
الشراب اش عجمع هاي جديد جديد يأتون دائما كالأسود ويعودون كالمعيز المنهكة ومن يكون هذه المرة؟ كراسياني جزار فزان. كراسياني كنا نتوقع منذ زمن أن يطلقوه علينا. هذا معناه حملة جديدة. أبي كان أقول إن الضربات التي لا تقسم ظهرك قوي. سنوري كراتسياني صلابتنا. سمعت أن كراتسياني يحب الدماء. لا أود أن أصدق هذه القصص لكنها صحيحة. متى يتوقع؟ يزينون بنغازي لمجيئه. His Royal Highness Prince Amadeo, Duke of Aosta. Thank you.
أشكركم يا سادة، ولكن السيدات معنا. خذوا راحتكم ليستمر الرقص. جنرال، كولونيل فانسان، سينيوري توميل، كولونيل دي ديتشي. ديتشي، التقارير المرسلة تقول عنك إن بإمكانك مصادقة البدو بالمصافحة، أما أنا فلا يروق لي هذا، معناه أننا يجب أن نخنقهم لكي نسالمهم. سيدي، آلاف وآلاف من الناس المهجرين البدو خارج حاميتي، لا طعام لدي لهم، وأعاني المصاعب في السيطرة عليهم، وأحتاج. أنت تحتاج، تحتاج إلى المزيد من هذا. من ذلك الرجل؟ الشارف الغرياني، وهو مفيد لنا، صديق قديم لعمر المختار. أتقول مفيد؟ أجل، أحضره إلى هنا. أظن بإمكانك الاعتماد عليه. اسمح لي بتقديم سيادة الشارف الغرياني. قيل لي انك تعرف عمر المختار. كنت اعرفه. ما الطريقة لجعله يستسلم؟ لا ادري، حتى في صباه كان شديد الصلابة، ولكن ان شئتم ان اساعدكم على نحو ما فاني مستعد جدا لذلك. لسوف تجد اننا كرماء بسخاء. ولازم تشنيري، رسالة مستعجلة. ألا تنتظر؟ ألا ترى أنك تزعج ضيوفي؟ عذركم يا سادة، قيل أن فلامينوس ضيعت رسمينو لإهماله تقاريره. ما هذا؟ مناورة أخرى خاسرة؟ كم قتيلا إيطاليا؟ 20 قتيلا، 50 جريحا. وهرب منهم ثانية؟ نعم، ولكن هذه المرة رأوه. إذا رأوه، كيف يعلمون ذلك؟ من منهم يعرفه ليعلموا أنهم رأوه؟ كان ذلك للحظة واحدة، ولكنهم واثقون أنه كان مختار. واجبي إذن أن أهداهم الأوسمة لشجاعتهم في رؤية المختار. قد يكون هنا أو هنا أو في أي مكان. تملي، أريدك أن تستخدم قوة سريعة شديدة الضرب، لا يهمك ما شكل عمر المختار. أصابنا الهوس لعدم رؤيته. عليكم بدمه، عليكم بتحركاته، عليكم بالثورة في قلب كل بدوي. جماعة المختار في قتالهم معه لثلاثة أشهر وثلاثة في بيوتهم بسلام. تملي، لا سلام. لتختبئ النساء.
جمعوا الرجال. هؤلاء الثلاثة الذين هناك. و الاثنان في الخلف. ذلك الجرو الصغير بالتأكيد. أنتم الآن مجندون عوضا عن ثلاثة أشهر مع مختار. ستقضون سنة في عمل مفيد بعيدين عن المشاكل. خطونا مش الدور عندنا. خطونا حرام عليكم. هذا وين تبوا فينا جايين أنا إياي خلاص. احرق ما سيعطى لمختار. من كل شيء نحرق النصف. مع مختار أليس كذلك؟ عندك ما تقوله؟ هل عندك ما تقوله؟ هكذا. طيب أنت المسيء إلى نفسك. اعدموه. لا لا هناك هنا. دعوهم يرونا. استحلفك بالله اعطيني وقتا للصلاة. انظرتك مرة.
يجب أن أفعل شيئا. عائشة تركت الحجاب. يا إلهي، يجب أن أفعل شيئا. ابني حميد، المجرمون قتلوه. رأيت ما حدث. أخي حميد وعائشة، وانظري والدي. أريد أن ألتحق بسيدي عمر. أنت صغير، ليس دورك الآن. اليوم أصبحت كبيرا يا أمه. لا أحتاجك. ذلك موقعنا هناك، هذا هو. ولكن كيف نختبئ في الخلاء؟ سيدي عمر. فضيل، لا شيء هنا سيدي. استطلع الناحية الأخرى.
الحياه. سيدي اخيرا حصلناهم حيث نريدهم، مكشوفين في العراء لنضربهم عليهم. افندي افندي بنزين. الآن خفوا خفوا. يا جنود أترون شيئا؟ لا لا شيء سيدي. اللعنة، إنهم يهربون وكانوا في أيدينا. جنود متعرضة. انظروا المكائن. سيدي عمر، نحن لا نقتل الأسرى. يقتلون أسرانا. إنهم ليسوا قدوة لنا. إنه ولد. جنرالك ليس هنا مكانه.
أنا زوجي. لقد جلبت لك كتابة. ما أدار لهم ظهره أبدا. تعال. ما اسمك؟ علي. نعم علي. هذا لك، هذا كتابك الآن. قل لأمك أن تحفظه لك. سيستمرون في القتال. نريد أن يذكرنا الأطفال أقوياء واثقين لا بائسين. ادخلي هيا لنرى المعسكر. هيا يا علي. صديقي علي. وهذا بومطاري، له ولد مثلك وهو في كفرة وهي بعيدة في الصحراء وهو يفتقده. والآن عندنا بعض الشغل. إلى دمشق. انتبه. أوه، هل هكذا أبدو أنا؟ كيف تراني؟ أرجوك يا بني، بدونها لا أستطيع القراءة. هيا اذهب والعب مع الأولاد. هيا. الشاب هنا أنقذ شرفنا وعاد إلينا بالعلم. ولكنه سيدي أعطونا العلم. سوف تمنح وساما، وسام الشرف. لم أفقد في حياتي علما. أيها السادة، أكرر لكم حقيقة واحدة، إننا لا نحارب مختار فقط مع 50 رجلا هنا و200 منهم هناك، بل شعبا بأسره. روما تحاسبني، لذلك سأتخذ أولى 3 خطوات نهائية صارمة لكي أمحق التمرد في هذا القطر. المسألة بسيطة، لم نفكر بها من قبل. لقد عزمت على اعتقال البدو. اعتقالهم؟ حبسهم وراء الأسلاك في الخيام وإبقائهم هناك إلى أن نستحسن إطلاقهم. لا أريد شفقة عليهم، هم الجانون على أنفسهم. اردموا آبارهم، حرقوا حقولهم، واقضوا على أشجارهم. سنحول أرضهم إلى رماد إذا عجزوا عن العيش فيها. تركوها. وإذا لقينا مقاومة؟ أجيبهم فورا بالعقاب الروماني على التمرد. إعدام العنف.
جارو. بما أنكم متمردون سنعدم واحدا من كل 10. لم يتركوه بشرا. من يستطيع حربا كهذه؟ لا ضد الجيوش بل ضد الناس الأبرياء. معظم المعتقلين في المخيمات سيموتون. سيموت الناس بدون ذنب، بدون خيار. أم أنه ذنبنا وخيارنا؟ السماء رفعها ووضع الميزان. يا
القيامة. سيذبحونه. عندك مجال للهرب، هيا روح مع اسماعيل، لا تفكر بيه، اذهب اذهب. لن يأخذ اثنين، إسماعيل يعرف ذلك. أسرع يا سيج عمارة. Thank you.
الفتى الباسل. الفتى القوي الباسل منقذ المختار مني. لماذا انقذته؟ انت صغير، مستقبلك في انتظارك. اخبرني، الا تريد الحياه؟ تكلم. اريد له الحياه. لك ان تكون خير جندي. هل تنضم الينا؟ انت اشد قسوه مني، تريد افساده. اخرجوه من هنا، اعطوه كل ما يريد، فاكهه، عسل، كل ما يطلب. لا تؤلموه. في الصباح اشنقوه. هل يقلقك يا جنرال اننا في اقل ما نفعل نصنع التاريخ هنا، ولو كان فقره صغيره في جريده بروما؟ هذا سر قوتي يا امير. لا يهمني، يوم في خيال روما اهم الي من جيل كامل في ذاكره ليبيا. يا ترى ماذا لو أننا نسينا في روما ولم نذكر إلا في ليبيا؟ لا تقلق رأسك الملكية بذلك، سندون نحن التاريخ. ليبيا لنا إكليل شوك. هراء. ليبيا حرفتنا، انظر إليها، انظر إليها. المسألة دائما تتكرر، لن نستطيع ملاحقتهم في الصحراء. يجب أن أقهر الصحراء وأسحب على كفرة من هنا إلى هنا. الأمر سهل. كلا، ولكن كلها صحراء، ليس فيها سوى الريح والرمال، والمقاومة قليلة. ماذا تقدم لك؟ مجدا لروما، توسيعا للإمبراطورية، احتواء الثورة في ذلك الجبل، سمعتي، وصفحة جديدة في التاريخ العسكري. إذا صحراؤك هذه ملأى جدا يا أمير. عندي لك مفاجأة. أدخل. ليوديتشي، الآن جاء وقتك، اجلس أرجوك. شكرا. هذا من يحقق السلام بمصافحة من يده. أريد الآن مد الأيدي عبر الصحراء. أريدك أن تسرع في مفاوضات السلام مع سيادة عمر المختار. ذلك لن يكون سهلا الآن. لا، ولكنك ستسرع. وما هي الشروط المسبقة للتفاوض مع عمر المختار؟ لا شيء، لا شروط مسبقة. ليبيا بأكملها مطروحة للنقاش. انظر إليها. سنسعى إلى طاولة التفاوض بذهن مفتوح. قاومنا مدة 20 سنة ونحن خصم يعرفه، وعودنا لا تلقى قبولا. 20 سنة طويلة. تصور رجلا يخلص من الشنق 20 سنة وهو يدري أنه خاسر ويستمر. حربه كلها أمل، وهو مجنون إذا عندنا بشأن الوعود الماضية. ومتى تريدون باسم سيادتكم أن أجلس معه؟ حماسك زائد. عندما تفاوض عمر المختار يجب أن يكون ذلك بالسرعة الإملائية. ولكن أراد الحديث أم لا؟ جربه وامتحن. نعم،
سأجربه. أشكرك جدا لقدومك بهذه السرعة، هذا لطف منك. شكرا. انتهينا من ذلك. ديمديتشي لا يناسبنا، سيعطيه ما لا يريد والمختار سيطلب ما يعجز عنه. يخيل لي تريد إفشال الموضوع. لا لا أكون منصفا، أريد السلامة طبعا على شرط أن أكسبها، ولكن حين تكون أنت القوي يتخذ السلام صيغة الفتح. لن يعطيني سلاما، ولكن سيعطيني الوقت، وكل حاجتي هي الوقت. هذا هو إذن أخيرا بعد كل هذه السنين أول من يراه نحن. الأسد الشيخ. السلام عليكم. كل من دودتشي؟ نعم سيدي. جانب. كولونيل باريلو الحاكم العسكري في المارش، وهذا المفوض لوبيتو، وقد جاء مباشرة من روما مستشارا ومساعدا لنا. دعوتمونا للحديث وها نحن. سيادتكم، إن أمنيتي الوحيدة هي أن أرى الإيطالي والعربي يعملان لصالح واحد. أتصور مستقبلا تتفق فيه قضايانا، فيه أخذ وعطاء مع حذق وكرامة. حضارتنا وتراثكم تمازج الفضائل. أريد مراقبين من حكومتي تونس ومصر ليشهدوا على أي اتفاق بيننا. نعم بقدر ما يهمون. لا مستحيل، إنه يريد احترافا دوليا، كأن البدو أمة مستقلة وهي ليست كذلك. إنهم رعايانا في إقليم لنا. نقاشاتنا ليست بين أمتين بل بين إيطاليين، ونحن لن نسمح بأي تدخل في شؤوننا الداخلية. لماذا المغالطة؟ نحن لسنا إيطاليين رغم كل ما تقولون. نحن ولدنا حيثما ولدنا بمشيئة الله وحده من أمهاتنا، نحن لسنا أنتم. لنؤجل مسألة المراقبين الأجانب. ها حتى الآن ليس لدينا ما هو مكتوب ليشهد عليه. لكن نحن كتبنا. نريد فتح مدارسنا العربية. نعم مؤكد، حرية التعليم مضمونة، سيعاد فتح المدارس. نريد نوعا من الحماية الوطنية. نطالب ببرلمان وطني. البرلمان أمر بيد روما، هذه الخيمة ليست المكان. لما لا؟ أنتم قلتم لنا لا شروط لا حدود لا استثناءات، كل شيء مسموح في هذه الخيمة. لنقل إننا سندون مطالبتكم حاليا
ببرلمان. دونه جيدا. يجب أن تعاد لنا الأراضي المصادرة. ولكن لا أقول أنا الأراضي المصادرة، بل أقول أراضي حفظت للتوطين والزراعة ستتم تنميتها. ومن ينميها؟ الإيطاليون؟ أؤكد ألا خلاص لكم 20-40 سنة وتعود الأراضي إلى أصحابها. لماذا تظنون نحاربكم؟ ولكن المستوطنات توفر أعمالا للناس. ما دمتم تحتلون أرضنا وما دمنا قادرين يجب أن نقاتلكم. يجب؟ نعم يجب، ولكني أعلم دينيا أن قرآنكم لا يسمح لكم بخوض حروب لا تقدرون كسبها. أراك الآن ستؤول لنا ديننا. كتاب الله صريح جدا، إنه يفرض علينا أن ندافع عن أنفسنا ضد الذين يشردوننا من بيوتنا. أظن من المناسب أن نرفع الجلسة. لسنا متعجلين؟ لماذا تماطلون؟ سيادتكم، واجبنا أن نحمل طلباتكم إلى روما. في اجتماعنا القادم سنعطيكم جوابهم ومقترحاتنا. على الأقل نحن نعلم أننا نريد جميعنا للمذبحة بيننا أن تنتهي. واحد، عمر المختار يضع رجاله بإمرة ضباط إيطاليين. استمر. 2، الحكومة الإيطالية ستدفع رواتب شهرية لرجاله. استمر. تحتفظ الحكومة بحق معاقبة أي أشخاص اقترفوا جريمة قبل هذا الاتفاق، وليس لعمر المختار الحق في حماية أي منهم. 4، إن هذه الشروط محض استسلام، إنها لا تصلح حتى لنقاش. تتعهد الحكومة الإيطالية بأن تدفع لعمر المختار 50,000 ليرة كل شهر، وتزوده ببيت مريح لتقاعده. هل أنا أستحق هذا؟ هل نجحت نجاحا يجعلكم تقدمون لي 50,000 ليرة شهريا؟ أنتم بتقديم الرشوة لي فعلا تهينونني. سيادتكم، هذا ما اقترحته أنا. مقترحي لم يكن رشوة أبدا، بل محاولة لجعل تقاعدكم مريحا. كيف لي أن أرتاح وشعبي سجين في المعتقلات؟ وأين هذا الجنرال الذي يفجر ويحرق ويشنق؟ لماذا لم يجئ هنا قط؟
عندما نتفق على الشروط التي بيننا سيسعد الجنرال غريسياني أن يراك. أنا لا أريد أن أراه، أريد أن أرى نهايته. ولماذا ينزل الجنود؟ ما هو هدفه؟ الواحة الأخيرة؟ 6000 برميل من الماء؟ يتجه إلى الكفرة؟ ما أردتم السلام أبدا، إنما أردتم الوقت. موعدنا مع غريسياني. إذا لم تتفقوا معنا فإني أنظركم بحرب رهيبة في الحال. أنا أدرى بقوة حكومتكم التي تتوعدوننا بها، وقفنا ضدكم 20 سنة، وإن شاء الله نحن باقون معكم إلى نهايتكم. هذا ما توقعته. مغفلون، يريدون التفوق على جيش معاصر. السلام عليكم. إلى الكفرة، لا شك آلاف الجنود والمعدات ذاهبة إلى الكفرة. غريسياني يفعل ما لم يفعله أحد، ينزل الدبابات إلى الصحراء، ولكن الزمن معنا. بينما يزحف هو جنوبا على الكفرة، عندها نهجم في الشمال ونجبره على التراجع. يجب أن نصده عن الكفرة. من الأشجع أحيانا ألا يموت المرء، ما ضاع قد ضاع. نحن نعلم أن عائلتك هناك، ولكن الدفاع عن الكفرة يعني الموت هناك. يجب أن أذهب. هل أنتم مستعدون؟
نعم سيدي. طيب عليكم بهم. ولازم سندريني افتح النار. كوماندوز تقدموا. أوامر سرساني الصارمة.
لا تراجع جهاد حتى الاستشهاد. مرحب بالجنة جت الدنة. ماذا هذه الكفرة؟ عاد تتي سنتات فور احتلال الكفرة قد آلمنا جدا وسد علينا الجنوب. الطريق الوحيد للمؤن العسكرية هو عبر الحدود المصرية.
إننا في أمس الحاجة للعتاد والمؤن. سيارات إيطالية قادمة إلينا. كم سيارة؟ 3 ترفع العلم الأبيض. دعها تمر، سنكمل فيما بعد. الشارف الغرياني. للمجيء اضطررنا لركوب السيارات الإيطالية. وجدتموها مريحة؟ نريد أن نحادثك وحدك. لا نستطيع الحديث علنا. إذا لا أريد أن أسمع. يا عمر، لماذا لا تستسلم؟ احصل على أفضل الشروط مع الإيطاليين. محمد رضا سيرتب لك طريق الأمان للخروج. الأمان؟ إلى أين؟ إلى مصر. إلى مصر لأختبئ مع أخيه. أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك. نعم، انظروا إليه. ولكن أسرتي حاربت. حفاظا على امتيازاتكم، أين أنتم الآن؟ يا عمر المختار، الإيطاليون أكدوا لنا. الأنسب أن تعودوا إليهم. يا صاحبي، إنهم حكومة هذا البلد. لا، يأخذون الأرض في النهار، وبأمن الله نستردها نحن في الليل. يا عمر المختار، أنت وحيد، قطعت بك السبل عن بقية البلد، وعزلت عن بقية العالم. في عصبة الأمم يرفضون الكلام، وإذا تكلموا يرفضون السماع. لا أحد يهتم. هذه المعركة لا نحاربها في عصبة الأمم، هذه المعركة نحاربها هنا على هذه الأرض. عمر، لن تقوى على هذه الحرب، دمك إزاء فولاذهم. لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده. أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال. نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم. عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟ نعم نعم أذكر، وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا. ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف. يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل. إذن فلنعد. نعم عودوا، نعم عودوا. ودقيت على باب الأمل والصبر، ما جاوبني غير الصدى. مات الزمان والأرض صبحت قبر، وتطل عيني على المدى. يا ولدي، ايه اكتر من ده دم؟ ايه اكتر من دهم يا امة العرب؟
حنموت إذا مات الغضب. اترملوا الأرامل أو تيتموا اليتامى. ودم الشهيد دم الشهيد اللي اتنسى حرام ولا حلال يا عالم. ودم الشهيد اللي اتنسى حرام ولا حلال يا خلق الله. يا أمة العرب هل مت هل همت؟ أرض العرب بتغتصب وبتغتصب. فين العروبة والرجولة والرجال؟ فين الخطاوي اللي حتعبر المحال وتجاوب السؤال؟ يا أمة العرب شيء من الغضب شيء من الغضب شيء من الغضب. صليت من أجلك. عندما طار إسماعيل أريه الكيس وأعطاني إياه.
هيا نادي حالا. الولد مريض جدا. لا أريد الولد، أريدها هي. بإعطاء العون والمساعدة والغذاء للمتمردين في الجبال. هذه الجرائم الكبرى الخطيرة، هل تعترفون بها؟ إذن أنتم تعترفون بذنبكم. حكم عليكم بالإعدام شنقا حتى الموت. صفتك حامل وسام الشرف الفضي يا ملازم، رأي الأمر بالتنفيذ. لا الله وإن محمد رسول الله. خطيرة جدا، وعندما يحكم الضباط ضمائرهم إلى أين سيؤدي بنا ذلك؟ أنا مستعد للمحاكمة عسكريا. صحيح، وأنا لست مستعدا لأن أفقد أحد الأبطال من صنيعتي. لن أعطيك مجالا للتمتع بمحاكمة عسكرية. كضابط عليك أن تطيع ألا تناقش الأوامر. لكن سيدي. لا تناقشني. للدولة حاجات أكبر وزنا من ضمير الفرد، ومطالب تتخطى الاجتهاد الفردي، ألا توافق؟ حقا سيدي. آمرك بمراجعة سرساني في الجبل. سأمنحك عقاب الموت في الميدان.
هذه المواد. سالم عليك بالدبابات، انا انسف البنزين. سادة، لن يفلت منا هذه المرة. أولا نأخذ الجسر، نجعل الدروع وراءه والمدفعية أمامه ونضربه حتى يستسلم. ولكن الجسر سيدي، يدهشني أن مختار لم يحاول أن يقطعه. لأنه محارب بالفطرة لا بالدراسة، فهو لم يذهب إلى كلية عسكرية مثلكم يا سادة. حانت الساعة لننزل الطعم. استطلعوا الجسر. عريف استطلعوا الجسر. الطريق سالكة. استطلع الجسر الثاني، سأحمي هذا. هذا طعم. كان يجب أن ننسف الجسر. لا، الطلائع يجب وقفهم. أعطي الإشارة. Thank you.
ترون؟ انظروا، الفئران لا تستطيع أن تقاوم الجبن أبدا. استعدوا لضربهم. انسفوهم. والآن أرسلوا الجيش. Thank you.
عزيزي جنرال، اهلا اهلا جنرال، ارجو ان تسمح لي بمشاطرتك النجاح، فانا الذي اخترتك. انا امل ان تسمح لي. لك كل ما تريد، انت اسعد الناس في هذه الغرفة. لقد نقلت الحرب من الصحراء الى الجبل، فالعدو الان يختبئ في الجحور، ونحن مضطرون الى جرهم من رقابهم واحدا واحدا. لست ادري يا زعيمي. اعلم تجابهون المشاكل، تجابهون المصاعب لأنهم في الجبال. ليس لي في الظاهر عدو أقدره، ولكن غاراتهم لا تنقطع. أعني لا شكل لهم، لو كان لهم شكل لاستطعت لقاءهم، ولكنهم لا استمرارية في حركتهم، لا مواضع ثابتة. غير أني لم أجئ زعيمي خالي الذهن. لدي حل جذري. سورو هيدريان جديد. سوى أن هيدريان استخدم سوره لصد البرابرة خارجا، وسوري لصدهم داخلا. أقترح يا زعيمي أن أسيج ليبيا، أن أبني سورا من الأسلاك عبر الصحراء من البحر المتوسط إلى شطان بحر الرمال المائجة. هذا سيقطع على العدو إمداداته من مصر، ويقطع عليه تراجعه إلى مصر. توتشي، ولكن مئة الأميال من الأسلاك الشائكة، هل يمكننا أن نعرف التكاليف؟ أتشكك في هيدريان وسوره؟ ألا تعلم أن هيدريان وسوره هو الذي أبقى الرومان في بريطانيا 100 سنة وأكثر؟ سنجبر على محاربتهم بالحجارة. إلى متى سنصمد؟ ليوم القيامة. لم يصلنا شيء لمدة شهر. نحن نحارب الأسلاك الشائكة. الأسلاك ستنتصر إذا مزقت معنوياتنا. عندها فقط. نعم. نعم، السلك يؤذينا. إنه حول أعناقنا، ولكن الله لا غراتسياني ولا هو
سيقرر مصيرنا. وما إرادة الأسلاك مقارنة بإرادة الله؟ عندهم 8 ملايين. نحن مقبلون على صيد سمين سيدي. حاولوا أن يتسللوا بمقص للأسلاك و5000 طلقة من الذخيرة. وهذا انتهى. كل ما تبقى له بعض المتسربين من المعتقلات، وهذا التسرب سنوقفه. سنوقف. إنه انتحار. اربطون أرجلهم حتى لا يتراجعوا.
لا تتوسل، لا تتوسل. أمانتي، أنت ضبطت مسلحا. أنت ارميه بالرصاص، يوجد هناك آخرون، لاحقوهم. هيا، أنت أسرته، ارميه بالرصاص. يا أبله، قلت لك أنت ارمه. أين هو؟ ماذا تقول؟ نعم، أؤكد لكم هويته، إنه عمر المختار. يؤلمني أن أرى عمر هكذا. كيف تقول ذلك؟ لقد قاد التمرد ضدنا لعشرين سنة كعدو شهم. عمر المختار يجب أن نعامله باحترام وبكرامة. بكرامة؟ كان يجب أن نجلده طوال الطريق. أنت تنسى نفسك. سيدي، هل هناك شيء أصنعه لك؟ لو سمحت لي ببعض الماء لكي أهيئ نفسي للصلاة. تفضل. والسلاسل حين أصلي؟ لا، مستحيل. يريد الصلاة فقط. أنا كبرت فلا أستطيع تسلق الجدران. فك عنه السلاسل لساعة. على مسؤوليتك أنت الشخصية. نعم. أحضر الماء. شكرا. لا حاجة. عمر المختار،
قدمت من بعيد لألقاك، عليك أن تنتظر. عندي لك سؤال واحد، لماذا ثابرت كل هذه المدة؟ أكنت تأمل طردنا من ليبيا بالقليل الذي لديك؟ حاربناكم، ذلك يكفي. ولكن ألم يهمك دمار بلادك؟ أنتم الذين تدمرون بلدي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟ هل خطر لك أبدا كيف كانت هجماتكم تبدو لنا؟ جميل، قتل في الليل وخداع في النهار وتهديد لمزارعي. يزرعون أرضنا. ليبيا ليست بلدكم ولا حق لكم فيها، ولا في مرعى بقرة، لا حق لكم مطلقا. لإيطاليا الحق هنا كأي دولة أخرى. إنجلترا لها الحق في مصر وفرنسا في تونس والجزائر وإسبانيا في المغرب، وليس لهم حق تاريخي، لنا حق هنا يعود إلى مئات السنين. قريبا ستجردني من كل شيء وتريدني أن أبرر سرقاتكم؟ لا حق لأمة في احتلال أمة أخرى. لقد عدنا إلى هنا، هذا هو الواقع. انظر إلى هذه العملة، إنها من نقود القياصرة، مؤرخة ومسكوكة في ليبيا. ستجد نقودا إغريقية تركية فينيقية في أرجاء ليبيا كلها، مقبورة في رمالنا. لقد فاتني، لك قصير النظر. منظرتك أظن يوم أتوا بها إلي عرفت أنك واقع قريبا في يدي. نظارتي. نحن الاثنان أسيران لديك. لن أكون تافها. هيا خذها، خذها.
نعم إنها تتميز بمرض عريق، ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم. أموالكم تماما كأمجادكم ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي. لماذا تظن أنني سأشنقك؟ ربما كان الأفضل لي أن أمنحك راتبا تقاعديا. إذا شنقتك فقد أجعل منك شهيدا، ولكن يجب أن أجعل منك عبرة. أنت لن تفعل بي إلا ما قدره الله لي. هذه السلاسل مزعجة؟ إنها واقع مزعج. اجلس. شكرا. أتدري كنت دائما أؤمل أننا أنا وأنت الخصمان اللدودان معا سنجلس يوم تقع أسيرا لنبحث قيصر. جرر، عمر المختار لن يهبك فتوحات قيصر. طاردتك طويلا، أعني أعرفك وتعرفني. فكرة، ألا نستطيع العمل معا للسلام؟ واليوم هو يوم أعمل عندك. ألا تلتمس حياتك مني؟ ربما أعطيك هكذا. وماذا أعطيك أنا؟ تعاوني؟ لا لا، فات وقت المساومات يا مختار، أنت فات وقتك. أنا لم أطلب منك حياتي. لا تعلن للعالم أني في خلوة هذه الغرفة التمست منك حياتي. لا، لن أقول ذلك، لن أكذب بشأنك. أنت رجل شجاع. وأملي أن تكون شجاعا يوم غد. حبل عدالتكم كان يتدلى دائما أمامي يا جنرال. التقط له الصور، أريد حفظ سجل لأعدائي. اصدر أمرا لرئيس المحكمة بشنقه أمام شعبه. عليهم بالحضور. عمر المختار، أنت متهم بالعصيان والتمرد ضد الحكومة الشرعية لبلادك. كم سنة عمرك؟ 73. هل أنت زعيم القوى في ليبيا التي تحارب ضد إيطاليا؟ أنا نعم. هل ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟ نعم ساهمت.
لمدة كم عام ساهمت في الهجمات على الجنود الطليان؟ 20 سنة. كم مرة هجمت؟ حقا أنا لا أذكر كم مرة. وأنت أمرت بتعذيب وقتل الأسرى الإيطاليين؟ غير صحيح أبدا. أنت أسرت والسلاح بيديك. هذا صحيح. أنا جندي إيطالي، وفي الميدان أنا عدو له، ولكن هنا أنا مضطر، أنا معين للدفاع عنه. أنت مسن، أكبر منا جميعا، ولن أتعبك بطرح أسئلة كثيرة. هل خضعت يوما للسلطة الإيطالية؟ لم أخضع. هل تسلمت يوما نقودا أو أي مساعدة من الحكومة الإيطالية لقاء التزامك بحسن السلوك؟ لم أفعل أبدا. إني أعلن أن عمر المختار أبدا لم يخضع لنا، أبدا لم يأخذ مساعدة منا، أبدا لم يعترف بحقنا في حكم هذه المستعمرة. إذن لا يحق لنا منطقيا أو عدالة أن نحاكمه كمتمرد. وإذ نقبض على عمر المختار وقد أمضى في المعارك 20 سنة، فإننا مجبرون أدبيا على معاملته كأسير من أسرى الحرب. سكوت في المحكمة. كابتن لونتانو، أنت أمرت بالدفاع عن هذا المتمرد ضد تهمة الخيانة. إن هذه الأوامر تجاوزتها. حكمنا عليك عمر المختار بالإعدام شنقا أمام الناس في بلدة سلوك في 11:00 غدا 16 سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشل. باسم حكومة طرابلس وبورقة ننفذ هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في بنغازي في 15 سبتمبر 1931، السنة 9 من العهد الفاشل. عمر المختار، لقد ثبتت عليك الخيانة العظمى ماديا ومعنويا، وذلك بالتمرد المستمر ضد الحكومة الإيطالية في هذه المستعمرة. إن حكم المحكمة عليك
الإعدام شنقا في مكان عام؟ سوف يتم تنفيذه الآن. يا جنود نفذوا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي. وعاش عمر المختار أطول مما عاش جلاده، وأثبت شعبنا الذي ودعه بالزغاريد أن سلاح الفتاك المتطور ليس متطورا بما يكفي لإفساد عرس شهيد واحد.